بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: آموسلو بيش هاوزو 3 ساعتين. إذا عندي الصنبور آ بثلاث ساعات بيملأ الخزان، إذا معناتها سرعته، إذا السرعة تبعيته 1/3. بي موسلو آل 9 ساعات دولدوريور، إذا البي بست ساعات بيملأه، السرعة تبعيته 1/6. بناغوري بو إيكي موسلوك، إذا هل صنبورين هدول بيرليكتي بوش هاوزو كان ساعات دولدوريو، بكم ساعة بيملأوا الخزان مع بعض؟ إذا سرعاتهم راح تنجمع مع بعض، فصار 1/3 زائد 1/6 ضرب الزمن اللي لازم لملء الخزان، بيعطيني خزان كامل ممتلئ. راح أوحد المقامات، هون راح أضرب باثنين هداك على حاله، إذا صار 2 و1 صار عندي 3/6 ضربت بيساوي 1. الثلاثة مع الستة عطتني 2، 2 تطلع لهالجهة، إذا ت بيساوي 2، جواب ج. السؤال الثاني: بوش بير هاوزو برينجي موسلوك 3 ساعات. إذا عندي الصنبور الأول بيملأ الخزان بثلاث ساعات، فإذا سرعته 1/3، بينما الصنبور الثاني إيكينجي موسلوك بست ساعات بيملأ، إذا 1/6 السرعة تبعيته. طيب عم بيقول لي إذا دولدورابيلميكتدر هاوزون بير بلو اتشو دولو، كان عم بيقول لي لما كان تلت الخزان مليان، يعني أنا هذا عندي خزان التلت تبعه هذا 1/3 مليان، فقديش الفاضي منه؟ 2/3، هذا الجزء الفاضي. إذا تلته كان مليان بو إيكي موسلوك بير لكتين أتشلرسا، إذا فتحنا هدول الصنبورين هاوزون كلان قسم كاش ساعة دولار، إذا بده القسم الفارغ بكم ساعة بيتملأ؟ إذا 1/3 زائد 1/6 ضرب الزمن لازم يملي لي تلتين الخزان. إذا راح أوحد المقامات تبعيتي، هذا راح ينضرب باثنين هذاك على حاله، فصار 2 و1 صار 3/6 ضربت بيساوي 2/3. شباب الثلاثة على ستة هي 1/2، 2 تطلع لهون، معناتها صار تي بيساوي 4/3، جواب جي. السؤال الثالث عندي: موصلو بوش هاوزو 4 ساعات دولدور ماكتدر. اذا عندي الصنبور ا بيملأ الخزان باربع ساعات، اذا سرعته 1/4. طيب هاوزون دي بينديكي بي موصلو دولو هاوزو 8 ساعات بوشات ماكتدر. اذا في عندي صنبور بي موجود بقعر الخزان عم بيقول لي بيفرغه خلال 8 ساعات، فاذا الصنبور بي سرعة تفريغه 1/8. طيب هلا عم بيقول لي بناغري بو ايكي موستوك اتشلدكتان كاش ساعات سونرا بوش هاوزو دولار، اذا فتحناهم مع بعض بعد كم ساعة بيتملى الخزان؟ اذا هذا عم بيعبي وهذا عم بيفضي، فواحد موجب واحد سالب، إذا 1/4 ناقص 1/8 ضرب الزمن اللي لازم ليتملأ خزان عندي. إذا هون راح واحد مقامات، راح أضرب هون باثنين، فصار 2 راح 1، إذا صار عندي 1/8 بتي بيساوي 1، معناتها تي بتطلع 8، إذا بيحتاج 8 ساعات حتى يتملى الجواب ب. السؤال الرابع عم بيقول لي بوش بير هاوزو اكس في ي مستقر دولدرور كان زي مسلو بوشات ماكتدر. اذا عندي صنبورين الاكس والواي عم بيعبوا بينما الزد عم بيفرغ، اذا هذا بحطه باعتباري. بو هاوز اكس في ي مسلو كلار اتشيك كان 3 ساعات، اذا لما بيكون المسبح هذا او الخزان فارغ، الإكس والياء مع بعض إذا اشتغلوا بملوه بثلاث ساعات. طيب شباب، إذا معناتها سرعة الصنبور إكس زائد الصنبور واي إذا انضربوا بثلاثة بيتملى الخزان عندي، فإذا أنا فيني أشكل هون معادلة إنه سرعة إكس زائد واي هي 1/3. طيب منكمل، إكس في زي مستقر أتشيك كان 8 ساعات، الإكس مع الزد، لكن الزد أنا بعرف تفريغ، إذا عم تفرغ قديش بيطولوا؟ بيطولوا 8 ساعات، معناتها الإكس ناقص الزد بيساوي 1/8. هلأ الواي والزد مستقر، إذا
أتشكّن 6 ساعات. ال y و ال z. ال z سالب دوماً شباب لأنه هو عم يفرغ. ضرب 6 ساعات بيتملّى عندي الخزان. إذن راح أشكّل المعادلة تبعيتهم، صار ال y ناقص ال z يساوي 1 على 6. مناقرة، إذن بناءً عليه زيموسلو دلو هابوزو كا ساعات بشاطر. إذا بده الزد بكم ساعة بتفرغ الخزان؟ يعني أنا بدي من هالمعادلات الثلاثة أطالع الزد. شباب من أول معادلتين فيني أحذف الإكس. طبعا إذا طرحت معادلتين من بعض إكس ناقص إكس راحوا، واي ناقص الناقص زد بيصير عندي واي زائد زد. هلأ بيساوي 1 على 3 ناقص 1 على 8. هي 1 على 3 ناقص 1 على 8، بدي أوحد المقامات، هذا بدي أضربه ب 8، هذا بدي أضربه ب 3، صار 8 ناقص 3، إذا 5 على 24. 5 على 24. هلا هي المعادلة فيها y و z، والمعادلة الأخيرة فيها y و z، هي فيها y وأيضا z بتساوي، طبعا هون المقام 24، خليني أضرب هي، إذا صارت بتساوي 4 على 24، بدل 1 على 6 كتبت 4 على 24. بدي احل هالمعادلتين بدي الزد، اذا بدي اتخلص من الواي بطرح المعادلتين من بعض. واي ناقص واي راحت، زد ناقص الناقص زد صار عندي 2 زد يساوي 5 على 24 راح 4 على 24 1 على 24. معناتها شباب صار الزد يساوي 1 على 48. شو معنات هالكلام؟ معنات هالكلام الزد بتحتاج 48 ساعة حتى تفرغ الخزان. الجواب آ. السؤال الخامس، آ مصلو بوش هاوزو 2 ساعات، ب مصلو هاوزو، إذن بوش هاوزو 4 ساعات، ج مصلو دولو هاوزو 12 ساعات بوش هاتر. إذن عم يعطيني سرعاتهم. الآ إذن سرعتها 1 على 2، الب سرعتها 1 على 4، الجي سرعة تفريغة 1 على 12. طيب عم بيقول لي مناقرة بوش هافوز 3 مسلوك اين عنده açıldıktan kaç saat sonra دولار. اذا فتحنا الثلاث حنفيات مع بعض بكم ساعة بيتملى الصنبور عندي؟ اذا هدول التنتين موجبات بينما هذا راح يكون سالب. 1 على 2 زائد 1 على 4 ناقص 1 على 12 ضرب تي لازم يسوي لي 1 اللي هو خزان كامل. لو وحدنا المقامات هذا راح اضربه ب 2، عفوا انا بدي عفوا على 12 بدي واحد، هذا راح اضربه ب 6، هذا ب 3، هذا على حاله ب 1، فصار عندي 6 زائد 3 9، 9 راح منه 1 صار عندي 8 على 12، 8 على 12 ضرب ت يساوي 1. هذا بيقبل قسمة على 4 بيبقى منه 2، هذا بيقبل قسمة على 4 بيبقى منه 3، فإذا صار عندي T بيساوي 3 بتطلع ال 2 بتنزل، إذا 3 على 2. الجواب J. السؤال السادس، A مصلو بوش هافوزو 4 ساعات دولوريور. إذا الصنبور A بيملي الحوض ب 4 ساعات، إذا سرعته 1 على 4. Havuzun yarısında bulunan B muslu seviyesine kadar kadardaki type kısmı 4 saatte boşaltıyor. İzen el B bitferrigli nısıl hazan bi 4 saat. İzen şabab nısıl hazan bi 4 saat. Ana kemmiyet el amel hiye nıs ala el zaman li hu 4 tahtu 1. İzen sar 1 ala 8. İzen el B 1 ala 8 sırada. Buna göre boş havuz iki musluk aynı anda açıldıktan kaç saat sonra dolar. Eddeş bir itmelle hada el khazan. Şebab ana bdi entebeh lahun. Nısıl evvel min el khazan had rah temlâ'u el hanefiye a. Ezen hon zamanu hada rah semmi t1. Beynemen nısıl tani had, nısıl tani rah yemlâ'u ma ba'd el hanefiyeteyn. Elli huve t2. المسألة انقسمت لنصين، صار النص الأول هو راح يكون عندي 1 على 4 ضرب الزمن اللي هو تي 1 يساوي نص الخزان، معناتها صار عندي هاد مع هاد عطاني هون 2، ال 2 طلعت، إذا صار تي 1 بيساوي 2، إذا هون استغرق ساعتين حتى يتملى نص الخزان.
النص الثاني من الخزان كانت الصنبور A عم بيملي بينما الصنبور B عم بيفرغ، إذا صار عندي 1/4 ناقص 1/8 ضرب الزمن الثاني يساوي نص الخزان. راح أوحد المقامات، هذا راح أضربه باثنين، فصار عندي 2 راح منه 1، إذا صار عندي 1/8 بتي 2 يساوي 1/2. الثمانية مع الاثنين تعطيني 4، الأربعة بتطلع على هالجهة، إذا تي 2 بيساوي 4. إذا صار هون بيستهلك عندي ساعتين حتى يتملى، هون بده 4 ساعات حتى يتملى، فالزمن الكلي تي بيساوي 4 + 2 يعني 6 ساعات. جواب جي. السؤال السابع، بوش هاوزو آموس لو قال 9 ساعات. إذا عندي صنبور A بيملي الخزان ب6 ساعات، إذا الـ A سرعته 1/6، هي 1/6. B مسلو أوني كي ساعتي، الصنبور B بيملي ب12 ساعة فسرعته 1/12. طيب شو عم بيقول لي؟ إذا دول ما تقدر بيملوا. B ساعات سونرا بعد 5 ساعات 60 لتر سو تشتنا غري. عم يقول لي إذا علمت إنه بعد 5 ساعات طاف عندي أو انكب يعني صار فائض عندي 60 لتر من الماء خارج الخزان. هافظون تماما كاش لتر سو قدر، فكامل الخزان كم لتر بياخذ؟ شباب أنا ما دام عم بيعطيني إنه الخزان فاض منه، طيب خليني أشوف قديش طول الخزان حتى تملى كلياته. طيب الحنفية الأولى سرعتها 1/6 زائد الصنبور الثاني 1/12 ضرب الزمن تي يساوي حجم الخزان كاملا. راح أوحد المقامات، هذا هون بدي أضربه باثنين، فصار عندي 2 + 1 صار عندي 3/12 ضرب تي بيساوي 1. طبعا هذا مع هذا أعطاني 4، الأربعة طلعت لهون، إذا تي بيساوي 4 ساعات. إذا شباب 4 ساعات تملى الخزان، أنا إذا في عندي ساعة كاملة كان عم بيملي، يعني كان عندي ساعة كاملة عم بيكب برا. طيب شباب أنا الساعة هلا هون خليني أكتب هون الزمن وهون حجم. طيب أنا اللي هو 5 ساعات، طيب 4 ساعات تملى وضل ساعة عم بيكب، خلال ساعة واحدة كب عندي 60 لتر. طيب خلال لما بدي يملي للخزان خلال 4 ساعات ملى لي اكس لتر، فاكس شو بيساوي هون؟ تناسب طردي. ليش؟ لانه الزمن مع الحجم، كل ما زاد الزمن بيزداد الحجم، فاكس بيساوي 4 ضرب 60 يعني 240 لتر. جواب جي. السؤال الثامن عم بيقول لي بير هافوزون تماماً 6 و 12 ساعتي دولدوران مستوكلارده مستوكلار birlikte kaç saat açık bırakıldığında havuzun 2/3'ü dolmuş olur. إذا عم بيقول لي في عندي صنبورين، واحد بملي بست ساعات والثاني ب12، إذا هذا A وهذا B. الأول اللي مليه بست ساعات إذا سرعته 1/6 بينما هذا سرعته 1/12. عم بيقول لي هدول الصنبورين إذا مع بعض قديش بدهم ليملوا لي تلتين الخزان؟ يعني 1/6 + 1/12 ضرب الزمن تي حتى يملي لي 2/3 من هذا الخزان. أكيد راح أوحد المقامات، هذا هون راح أضربه باثنين، فصار عندي 2 و1 صار عندي 3/12 ضرب تي بيساوي 2/3. الواحد مع الاثناش اعطاني هون 4، فصار عندي اذا اكيد ايوه 3 ايوه، فصار عندي 4 × 2 اذا تي بيساوي 8/3. الجواب اي. السؤال التاسع عم بيقول لي 2 مسلوكتان بيري 3 ساعتي ديري 4 ساعتي هاوز دولدور مكتدر، يعني هاوزو دولدور مكتدر. اذا عم بيقول لي عندي صنبورين، واحد بيملي بثلاث ساعات والثاني بيملي باربع ساعات. مسلوكلاردان بيري ديرينيه غري ساعتي 20 لتر دها فازلا سو اكتنا غري.
عم بيقول لي إذا علمت إنه الصنبورين واحد منهم بيعطيني تدفق أكثر من الثاني ب 20 لتر بالساعة. إذا بوناغري، إذا عفوا هابوس كاتش لتري سو ألر، فقديش سعة المسبح؟ شباب أنا عندي الصنبورين، هذا الصنبور الأول وهذا الصنبور الثاني. لو أنا فرضت إنه الصنبور الأول بيعطيني بالساعة إكس لتر، فالصنبور الثاني عم بيقول لي هو أكثر منه ب 20، فبيعطيني إكس زائد 20 لتر. هلا شو هو أعطاني؟ أعطاني إنه واحد منهم بيطول 3 ساعات، واحد بيطول 4 ساعات. مين بيطول 3 ساعات؟ أكيد اللي هو تدفقه أكثر، إذا هذا بيطول 3 ساعات، بينما هذا بيطول 4 ساعات. شباب صارت مسألتي، إذا أنا إذا لما كان تدفق عندي إكس استغرق 4 ساعات، طب لما زاد التدفق صار إكس زائد 20 استغرق عندي 3 ساعات. أنا هدول مسألتي مسألة تناسب، هون عندي تدفق هون عندي زمن، كل ما زاد التدفق بيقل الزمن، إذا هون تناسب عكسي، معناتها هاد ضرب هاد بيساوي هاد ضرب هاد. معناها شباب صار عندي 4 ضرب إكس، 4 إكس بيساوي 3 إكس زائد 60، معناها إكس شو بتساوي؟ 60. إذا معناتها إكس بتساوي 60 لتر، 60 لتر بالساعة أو بالدقيقة حسب بالساعة. طيب هو بده سعة الخزان، سعة الخزان هو التدفق ضرب الزمن، يعني إذا السعة تساوي تدفقه 60 لتر ضرب قديش قديش عم بيطول معي؟ 4 ساعات. إذا 4 ضرب 60 240 لتر، إذا جواب ب. السؤال العاشر عم بيقول لي أ موصلو ب موصلو نون إكي كاتر، جي موصلو دا ب موصلو نون إتش كاتر سو أك ماكتدر أكت ماكتدر. إذا عم بيقول لي الصنبور أ، إذا عندي 3 صنابير، عندي أ وعندي ب وعندي جي، عم بيقول لي الصنبور أ هو ضعف الصنبور ب بيعطيني تدفق مي. لو كان هذا تدفقه إكس فهذا تدفقه هون 2 إكس، أو السرعة، خليني أقول السرعة نفسها هي التدفق، إذا هذا سرعته إكس فهذا سرعته 2 إكس. هلأ جي مسلو الصنبور الثالث هو ب مسلون إتش كتر، 3 أضعاف الصنبور ب، إذا سرعته 3 إكس. هلأ عم بيقول لي إتش مسلوك بوش هاوزو 4 ساعات دول دول دوناغري، عم بيقول لي إذا علمت إنه ملوا للخزان خلال 4 ساعات، طب لما 4 ساعات بتنسمع بتنجمع السرعات كلها مع بعض، فاثنين إكس زائد إكس 3 إكس وثلاثة إكس، فصار عندي 6 إكس ضرب 4 ساعات، قال لي يساوي ملولي الخزان كلياته، فصار عندي إذا شباب إكس شو بتساوي؟ 1/24. هو عم بيقول لي بي مصلو بوش هافوزو تيك باشنا كاش ساعات دول دورون، إيه أنا هذا الإكس هو 1/24، طلعت معي سرعة الصنبور بي، يعني شو معناته؟ بالساعة بيملي 1/24 من الخزان، معناتها بده 24 ساعة حتى يملي، فالجواب جي. السؤال 11 عم بيقول لي بوش هابوزو آ مسلو دوكو ساعتي ب مسلو نيكي ساعتي دول دوريو، إذا الصنبور آ بيملي ب9 ساعات السرعة 1/9، البي بيملي ب12 ساعة السرعة 1/12، جي مسلو كندي سيفيي سيني كدار ولان قسم 12 ساعتي بوشالتيور، إذا الجي اللي عند مستواها بتفرغ هذا القسم اللي عند مستواها ب12 ساعة. شباب هون عندي اتش هون عندي 2 اتش، فهذا القسم هون تلت الخزان، هذا هون 2/3 تلتين الخزان. اذا الجي قلنا انا السرعة كيف بحسبها؟ الكمية العمل على الزمن، يعني الجي بدي احسب سرعتها 2/3 من الخزان خلال اللي عفوا جي مسلون ايه خلال 12 ساعة تحت واحد، اذا صار 2/36، 2/36 يعني 1/18، فإذا الصنبور جي سرعته 1/18.
دي مسلو ise tamamını 18 saatte boşaltıyor. Ezen her yani belli خلال 18 saat kemen ezen sıraeta 1 على 18. Ezen hadol metal bat. Buna göre 4 musluk aynı anda açıldığında bir nefsin lahza ezen fetahnahun havuz ka saatte dolar bir kem saat bitmelle il khazan andi. Şabab, ana andi meselti. Avval kısım, hada kısım. مين مسؤول عن تملايته؟ مسؤول الـ A والـ B مع الصنبور D. هذا هون ما رح يشتغل لأنه المي ما وصلاني لعند الـ J. إذن هون رح أسمي هذا الزمن T1، فهذا القسم الثاني الأربع صنابير تشتغل مع بعض رح يكون T2. إذن بدي أحسب هذا القسم. فهذا القسم إن الـ A والـ B والـ D، يعني عندي كان 1 على 9 زائد 1 على 12 ناقص 1 على 18 كلياته ضرب تي واحد يساوي القسم هاد اللي هو تلت الخزان. راح اوحد المقامات، هدول بيتوحدوا معي على 36، هذا بأربعة، هذا بثلاثة، هذا باثنين، فصار عندي أربعة زائد ثلاثة صار عندي سبعة، سبعة ناقص اثنين إذا خمسة على 36 صار خمسة على 36 بتي واحد بيساوي 1 على 3. ال 3 مع ال 36 هون 12 فصار 12 على 5، معناتها تي واحد 12 على 5. نفس الطريقة بدي أحسب هلا القسم الثاني، القسم الثاني عندي 1 2 3 4 صنابير بده يشتغلوا، ف 1 على 9 زائد 1 على 12 ناقص 1 على 18 ناقص 1 على 18 ضرب تي 2 لازم يساوي يعبي لي هذا هون الاربع صنابير عم تشتغل تلتين الخزان 2 على 3. طبعا بدي اوحد المقامات، بس شباب اول شيء بنتبه للقصه انه انا عندي ناقص 1 على 18 وناقص 1 على 18 صاروا ناقص 2 على 18 يعني ناقص 1 على 9 وزائد 1 على 9، اذا هدول بيروقوا بعض. فاذا بقيت مسالتي هذا هون عندي بقي 1 على 12 تي 2، 1 على 12 تي 2 بيساوي 2 على 3، هاد مع هاد عطاني 4، 4 ب 2 8، اذا تي 2 بيساوي 8. هلا المجموع هو هاد زائد هاد، خليني هذا احط تحته 1 نضربه ب 5 هاد مشان يتوحد مع هذا، 5 ب 4 40، عفوا 5 ب 8 40، 40 و 12 صار 52 على 5. الجواب A. السؤال 12 A ve B musluklar özdeş. Mesela mitel بعض الصنبورين A و B. B musluğu tek başına havuzu 12 saatte boşalttığına göre. Abi illi el B بإمكانها تفرغ المسبح أو الخزان ب 12 ساعة. معناتها سرعتها 1 على 12. إذا أيضا هي سرعتها 1 على 12. طيب A ve B musluklar aynı anda açıldıklarında لما بنفتحهم مع بعض بنفس اللحظة هاوز كا ساعتي بشاطر بكم ساعة بيفضى الخزان. شباب أنا عندي هذا الزمن اللي لازمني هون ليتفضى، هذا هون تي واحد وهذا هون بدي أسميه تي اثنين. هذا النص الأول الصنبورين رح يشتغلوا، بالنص الثاني فقط الصنبور بي لأنه المي بتكون نزلت تحت الصنبور آ. إذا معناتها بدي أحسب التي واحد والتي اثنين. بالتي واحد بيكون عندي سرعتين عم ينجمعوا، يعني 1 على 12 زائد 1 على 12 ضرب تي واحد بيساوي نص الخزان. طيب صار عندي اذا 2 على 12 يعني 1 على 6، 1 على 6 تي واحد بيساوي 1 على 2، هاد مع هاد راح اعطاني 3، اذا تي واحد 3 ساعات. شباب هذا هون ب 3 ساعات تفرغ عندي هذا القسم. لاحظوا شباب انا طبعا بامكاني هلا بنسبتها بالمعادلات، هذا طول 3 ساعات بمفرده. طيب الثاني كان عفوا مو بمفرده، كان صنبورين عم بيشتغلوا طول 3 ساعات. طيب صنبور واحد قديش بده؟ بده ضعف الزمن، اذا بده 6 ساعات، فصار مجموع الزمنين 3 و 9 6 اذا 9، الجواب لازم يطلع به. على كل الاحوال بنشوف هلا الصنبور ب اذا اشتغل لحاله يعني سرعته 1 على 12 ضرب تي 2 لازم يساوي نص الخزان،
هاد مع هاد أعطاني 6 6، طلعت لهون صار 2 2 بيساوي 6. فعلا مثل ما قلنا 6 و3 9، إذا الجواب أكيد هو ب. السؤال 13 عم بيقول لي عندي صنبورين A و B، الA ب6 ساعات بيملي هذا الA، إذا سرعته 1/6. الB عم بيقول لي ب4 ساعات، معناتها سرعته 1/4. A مصلو 2 ساعات أتشك، قال دكتان سونرا بعد ما تركنا الصنبور A هذا عم بيشتغل لمدة ساعتين، ب مصلون دا أتشليور، فتحنا الصنبور ب. بناقولي هابوزون تمام كا ساعت دولار، بكم ساعة بيتملى؟ إذا شباب بالبداية كان الصنبور فقط الآ هو شغال، إذا 1/6 ضرب ساعتين، لكن هون ما تملى الصنبور، ما تملى الخزان، زائد هلا مين صار؟ صار الصنبورين عم بيشتغلوا، يعني 1/6 زائد 1/4، ضرب الزمن تي لازم يتملى الخزان. شباب الزمن اللازم لامتلاء الخزان ما بنسى انه هو هالساعتين زائد التي، الساعتين بالبداية الآ كان لوحده، بعدين التي هو الصنبورين عم بيشتغلوا مع بعض. بدي اوحد المقامات، هذا ب2 هذا ب3، فصار عندي اولا شباب الاثنين مع الستة عطتني هون 3، نقلنا هذا صار عندي هون، اذا بقي عندي هون 1/3 نقلناه لهون، فصار بهالجهة 1 ناقص 1/3. هون شو صار عندي؟ صار عندي 2 و3، صار عندي 5/12 مضروب بتي. اذا صار عندي 5/12 تي يساوي 1 ناقص 1/3، يعني 2/3. ال 12 مع 3 اعطتني هون 4، اذا صار 8/5، اذا تي بيساوي 8/5. مثل ما قلنا شباب الزمن اللازم ليمتلي الخزان هو الاثنين الساعتين بالبداية مع 8/5، يعني 2 تحت 1 زائد 8/5 ويساوي، هذا بدي أضربه بخمسة، 5 ب2 10، 10 و8 18/5، فالجواب هو A. السؤال 14، هافوزون تمامن إكس مسلو تك باشنا 20 ساعة. إذن الـ X بتملأ الخزان بالكامل خلال 20 ساعة، إذن سرعتها 1/20. ي مصلو يساوي 2 ساعات دندور مقتدر، إذن الـ Y بتملأه الـ Y بتملأه ب12 ساعة، إذن سرعتها 1/12. X و Y مصلو كلارا ب قسمنا 6 ساعات دندور دوننا كري، يعني عبيل اللي إذا علمت إنه الـ X والـ Y مع بعضهم بيملوا القسم ب خلال 6 ساعات. طيب خلينا نشوف هذا القسم ب قديش رح يتملى ب6 ساعات. إذا سرعة الأولى 1/20 زائد سرعة الثانية 1/12 ضرب 6 ساعات، بنشوف قديش بده يعطيني. هدول راح أوحد المقامات، هذا راح أضربه ب3، هذا راح أضربه ب5، طبعا على 60 عم بوحد. إذا صار عندي 3 و5، صار 8/60 ضرب 6 ويساوي، الستة مع الستين عطتني 10، الثمانية مع الـ10 اثنيناتهم بيقبلوا قسمي على 2، إذا 4/5. فإذا شباب هذا القسم ب هو 4/5 من الخزان، فالقسم A هو 1/5 من الخزان. عم بيقول لي يي مصلو A قسمنتك باشنا كاساعتي دولدرور، بده الصنبور يي بمفرده قديش بده ليملي 5 الخزان. ف 1/12 سرعة الصنبور ي ضرب الزمن تي لازم يساوي 1/5، معناتها تي صارت 12/5، الجواب جي. السؤال 15 عم يقول لي آ مصلو بوش حافظو 12 ساعة دولور مقتدر، إذا يعني هذا بيملي لي الخزان ب 12 سرعته 1/12. بي مصلو دا سيفي سنين كدارولان قسمي 24 ساعة بوشات مقتدر، إذا بتفرغ القسم لعند مستواها ب 24 ساعة. هذا القسم شباب شو هو؟ 3/4 وهذا 1/4. فسرعتها للبي هو كمية العمل 3/4 على الزمن اللي لازمه هو 24 تحت 1.
هذا ما هذا أعطاني هون 8، 8 ب 4 إذا 32، فسرعتها 1 على 32. إذا البي سرعتها 1 على 32. طيب عم يقول لي بو يكي مسلوك أتشلدكتان كا ساعت سونرا بوش هافوزونون يارسي دولار. عم يقول لي إذا عندي الصنبور A مع الصنبور B قديش بدهم ليملوا لي نص الخزان؟ لاحظوا لهون بده يوصل نص الخزان، معناته يعني شباب مسألتي صارت قسمين، أول ربع مسؤول عن تملايته هو فقط الآ، الربع الثاني اثنيناتهم مع بعض. إذا بدي أحسب الزمن، هون زمن تي واحد وهون الزمن تي اثنين. طيب أول قسم قلنا هو فقط الآ مسؤولة عنه، ضرب تي واحد بيساوي 1 على 4، هاد مع هاد راح أعطاني 3، إذا تي واحد بيساوي 3، 3 ساعات بيتملى الربع الأول. بدي الربع الثاني، فهلا صار عندي 1 على 12 ناقص 1 على 32 ضرب تي 2 يساوي الربع الثاني. مضطر انا هون اوحد المقامات، هذا بيتوحد معي اثنيناتهم، هذا اذا انضرب ب3 وهذا انضرب ب8 بصيروا 96. تمام 80 2 16 96 96 تمام. إذا صار عندي شباب 8 راح منها 3 صار 5 على 32 بتي 2 يساوي 1 على 4 عفوا مو 32 أنا آسف 96 96. هلا شباب بإمكاني أختصر ال 96 على 4 بيبقى منها 24، هون بيبقى معي 24، فال تي 2 بس اتاكد معلش 96 على 4 24 مضبوط 80 16. طيب صار عندي اذا تي 2 معناتها تي 2 شو بيساوي 24 على 5. صار الزمن الكلي شو هو؟ عبارة عن 3 تحت 1 زائد 24 على 5، هذا راح اضربه ب5 فصار عندي 15 و24، اذا 39 على 5، الزمن 39 على 5، الجواب جي. السؤال 16 عم بيقول لي شكلدكي A و B havuzlarının hacimleri sırasıyla V ve 2 V. اذا هذا حجمه V، هذا حجمه 2 V. B havuzu A'dan taşıyan suyla dolmaktadır. الب هاد بيتملى من الماء الفائض من A، يعني A بيتملى بعد ما يتملى بينكب على الب بيتملى بهذا الشكل. طيب هافوزلار بوش كان لما كانوا الخزانين فاضيين 14 ساعات سونرا، اذا بعد 14 ساعة ب هافوزونون 2 بلو 3 دوندونا غري، اتملى معي تلتين هذا الخزان، هون اتملى معي تلتين 2 على 3 من هذا الخزان. A ve B havuzlarının tamamı K saatte dolar. Bir kaç saat bitmeli? Şebap, ana خلال 14 ساعه شو صار عندي؟ بال14 ساعه تملى عندي هذا ال V كلياته و2 على 3، اذا الامتلاء صار عندي V زائد 2 على 3 من الخزان الثاني، مين هو؟ اللي هو 2 V. فصار عندي خليني اوحد مقامات، هذا تحته 1 ف3 V على 3 زائد 4 في على 3، يعني الحجم اللي تملى معي 7 في على 3. شباب خلال 14 ساعة تملى عندي 7 في على 3. طيب أنا حجم الخزانين هو بده قديش الزمن اللازم ليتملوا الخزانين؟ حجمهم في و2 في، إذا الحجم عندي هون 3 في بدهم زمن هو إكس. هون عندي شباب تناسب طردي، لأنه بين الزمن ونسبة الامتلاء تناسب طردي، إذا راح أضرب بهذا الشكل. فصار X شو بيساوي؟ 3V ضرب 14 على 7V على 3، طبعا هي تحتها 1، ال V طارت مع ال V، ال 14 مع ال 7 بتعطيني هون 2، صار 3 ب 3 9 ب 2 إذا 18، معناها الجواب 18، جوابي هو B. بهيك بيكون وصلنا لنهاية الاختبار، بتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا كتير لإصغائكم.